مدشا حزبيادا قران ايا رجو وناكسن كموجيين شركة دو سمرية بوغا فرميدونا مدحدا مامول قبلاديادا دالكا يدولادا دحيا اي سوماليا مدحويني هوري دالكا حسن شيخ محمود ايا شاقي ان شركة دو سمرية اي لوغا هاليو دورشو ينكا دالكا كدعيا اي امدى سوماليات قو دهانبا كدور سوغا يان وحانا و شاقي ان مدشو اي كوغان عيسو دورشو ودار اوغل اح او دالكا كدعدا سوق أبو مهي آيات ما أنتو حنجونا حوالي بشي جولاي يانسي يوم قبلين يوم أوكسي جنة أغسط سبتمبر أكتوبر شل إكتوبر كيدين ووقت دا سنة أما حبان كنور المارلنك وقت دا أكتوبر واحد إلا محوالي سيدر الشهرين ديسمبر أفكر بياريين هو أرمان كنو سوق إليا وعلم المكسي ببايا وحا أصل كابلان شسو مالك أصل كابلان هذه بعض من أمن جنوب جد كان أمن تسون جنوب وأنا مغلن استمر منكو إمام لها وأنا تقطر ترى وأكدني إن فرا بستوريا وكرايس سودان كتبنا إن بدنا أيضا أن دولنا يوغان كمان تجوكم لكن قولي وحبك ما أنا سوصد أحسن إبارت المسؤول أفهم أحوال لغا مطلع ما أنتقو قبل الجوغان ولي وضل الأهالي أفرت سؤاله يعني شيء جنوب ولي الجواب لهم هاي وراش ما دعي بسبب العيسو ما أنت بف سفس من جوابك وأنا عديك أنا طورش العيس وأنا عين تجمع جوابك أيضا المحور أيام ما مر أيام ما جرنا يقولي طورش مركز سؤالها سؤال مول بيشيل جنود يجي من سؤالها هل جي جواب هذا أردت أن أحسستين وسؤالي لا وقت فيه تطبيق طرق بلا وجيدي بدوني هذا بعض ما كجواري هو يروح له بعدين وما تشقدي هذا الوقت ورانتي لا وقت فيه هو يري لا وقت يسألني طبعا دورش لما قبل كريان على ذي ما قد يلا قبل كر أمان الله قبل كر عن دورش لما كل سؤال تقول كحر الله يقطع لنا جواري دوني جواري لكن لما كل لباتك في برتلي ذيك بعد دورش لما قبل كر إسلام على ليه مركب أرين واقف في مجلس يسمى رب وحبا كسر لبادي مع لقب الدولة من الصومال إلى دوني تعيش دوني سوتري ورجينا نام هو عين أي وح في عم ومن الصومال تفحام ومن في عم الدمك الجابي وكي جواب أراس إنك صوب حوار جيد من الدنيا سيدا صار بعيننا لكن سيدا رسمي لا مناش موقف كده وحواية دارشين ما دام وحي الأسواق الله إن الأسواق الطلاب أنا قبول دار شخص نوعد وتهاء وإنت لا جوال تشري بدك صوب مال فضل عين الأسواق براعي ما أنت بس مريت وبتكلية مع أنت كم قلنا إذا وصل بندق أو لوي أما لوي من نجت حجلي أو بلادين دارش لا سام دارش دارش الله متقال وما دش إلا هاي وأيقول ورا عرب سهل يجي وعارنا دارش ولا أقبل آت قال اللي بيها ما دام شرعي دارش بي لورسن لي يوقت يدرسن لي كم تفسر لي كتر لي وجود جي ما رح بنانا يجي ودول دولتي دي أي فوق الباب وروح دول مسبرك سوسارة هاي دارش قف في عالم النعم ما أنت لك وتشي قاسي تيوكا وحي قبول الشيوخ أو الأسلقاء magaalada dhuusamareeb waxaa ku sugan madaxda dawladda goboleedada dalka ka jira iyo madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaasi oo kulamo ku qaadanaya gudaha magaalada loogana hadlayo xaaladda dalka ka jirta iyo doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacaan Umar Yusuf Maxamed raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho